انتوا من البدايه بتقولوا احنا عايزين ندي جداره وثقه، مش كده؟ تمام يا فندم. عشان تدي جداره وثقه لازم المنتج اللي بيطلع هنا، وكانت الفكره من انشاء مدينه الدواء دي في مصر. تمام. الناس كتير يقول لك ايه؟ اقعد يا محمد، اتفضل اتفضل. كان الناس يقولوا ايه؟ يقولوا المضاد الحيوي ده جاي من حته من بره يعني. ازعل قوي انا يعني، هو احنا يعني مش عارفين نعمل دواء يعني يبقى موثوق فيه؟ نقول لك هات المضاد الحيوي بتاع ده جاي من يعني من اي دوله يعني؟ لا 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 لا، الماده الفعاله اللي موجوده في الادويه دي اللي هتطلع من هنا، انا بتكلم على المدينه ديت اللي انا مسؤول عنها دلوقتي ومسؤولين عنها كلنا، انها لا، الحاجه اللي هتطلع هنا كفاءتها وجدارتها مش 99.9، لا 100%. التكلفه الماليه اللي اتعملت بيها المصانع دي تكلفه ماليه ضخمه جدا تتجاوز كتير، وهنشوف احنا بنتكلم على مليارات كتير مش خطوط جايه، لا. وانا بتكلم بمنتهى الصراحه،